در از هر فاطمه آل محمد وعجل فرجه بازم فاطمیه دلم بیقراره بمیرم که مادر زریحی نداره بازم شال روزه میشینه رو دوشم ببین که شبیه تو مشکی میپوشم کجا روزه داری کجا روز خونی کجا هی صدا میزنی مادرت رو تو هم مثل مولا شبا بین نخلا روی شونه چا میذاری سرت رو آخرین صبح جمعه قبل از شهادت مادر امام زمانه فردا شب شهادت مادرشونه همین دو جمله و دعای ندبه رو شروع کنم آقا جانم یبن الحسن میگن مادرت موندنی میگن روز مولا سیاه باید فاطمیه مدینه شلوغ شه باید مادر ما حرم داشته باشه تو حرم سیدالکریم دارم میگم چی میشه شبیه شبای محرم تو کوچه خیابون علم داشته باشه یه جمله روزه بخوانم چون اعتقادم اینه ندبه بدون عشق معنا نداره عزیز دلم از بصیرت و امام شناسیم فرمودن اولین مدافع حریم ولایت مادر ما زهرای مرضیه بود لذا پشت در
تا نفسش بالا اومد نگفت محسنم، نگفت سینم، نگفت پهلوم. اول از همه صدا زد فز علی رو کجا بردن. میگن مادر ما هر جوری بود خودش رسود مسجد. نمیدونم کیا توی صبح جمعه دارن روزم و میشنون. سلمان میگه تا بی بی پرده مسجد و کنار زد، دید اینا یه دونه شمشیر برهنه رو سر علی گرفتن. تا نگاه مادرتون به یه دونه شمشیر افتاد، فرمود یا شمشیر رو پایین بیارید یا میرم کنار قبر بابام، همه مدینه رو نفرین میکنم. سلمان میگه هنوز حرف فاطمه تمام نشده بود، دیدم ستونای مسجد و نبی داره میلرزه. علی فرمود سلمان برو به فاطمه بگو مبادا نفرین کنه. بگم مادر یه دونه شمشیر برهنه بالا سر امامت دیدی، طاقت نیاوردی مادر. اما لایم که یوم که یا ابا عبدالله، یه ساعتیم زینبت رسید بالای تل، اما دیر رسید. همچی که رسید دید فرقتون به سیوف، فرقتون به رمای. امام زمان منو ببخشن، به قصد فرج میگم. فرقتون بالحجاره، فرقتون بالخشب والعصا، با پنج وسیله حسینو زدن. حالا هر کجا هستید صدامو میشنوید، به قصد فرج همه با هم یک صدا ناله بزنیم. حسین آرام جانم، حسین رو رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا
دنیه و زخرف و زبر جهام فشرت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهم فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الزريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخير دم ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيت بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مد إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق أم مقرب ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا تبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبت سيدا من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من ائتمت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى ثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومقاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون
الانقضاء خلقك، ثم نسرته بالروب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوعته مبوء صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وزع للناس للذي ببك كنت مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إشارة کنم و زود رد بشم، ای کاش پیغمبر ما این همه سفارش زهرا رو نمی کرد، اینقدر پیغمبر سفارش کرد من دارم میرم، جون شما و جون زهرا و بچاش، یه جمله میگم صبح جمعه اهلش بگیرن و حرفمو باز نکنم، هر جایی رو که پیغمبر ما دست گذاشت، هر جایی رو که پیغمبر احترام کرد، اینا همون جا رو زدن. اگه هر روز دستان مبارک و گذاشت تو دهانه درب خانه فاطمه، ای صدا می زد السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، لذا این در آتیش زدن. اگه هر روز دست زهراشو میبوسید، سینه زهرا رو میبوید، انقدر در و فشار داد مادر ما بین در و دیوار، یه نگاه کرد گفت مغیره، چرا جواب فاطمه رو نمیدی؟ و قلت ما سألتكم من اجر فهو لكم، و قلت ما سألكم علی من اجر الا من شاء يتخذ الى رب سبيلا، فكانوا السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمام من كنت مولاه
فعلیون مولام. اللهم وال من والام وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت على نبي فعلي امير وقال انا ولي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا باب ثم أوده علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وألي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي به معانی دقت کنن عزیزانم ببین پیغمبر چی میفرماید دست علی رو برده بالا لحم و کم من لحمی و دم و کم من دمی و سلم و کسلمی و حرب و کحربی و الایمان و مخالط لحمك و دمك كما خالت لحمي و دمي و انت قد على الحوز خليفتي و انت تغزي ديني و تنجز عداتي. يكي از بهترين عبارت هاي دعا همين و شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلال ونورا من الأمام وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحزو عزو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأمين ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش زبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأذبت على عداوته وأكبت
ثبت علامنا بزتم حتى قتلنا كثينا والغاستين والمارقين ولما قضى نحبا وقتلوا أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مقت مجتمعة على غتيعة رمب وإقصاء بلد إلا القليل بمن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد رب ربنا لمفولا ولن يخلف الله بعدا وهو العزيز الحكيم لحظات لحظات طلوع افتاب ندب خونای هر افده کجا صدای منو میشنوید از اینجا به بعد دیگه باید خودتو نشون بدی فعل العطای من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتزرف الدموع وليصرخ الصارخ ويزج ويأجل أجو أين الحسن أين الحسين أين ابناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس طالع أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد الإلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤدب
لقت دابر الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائز والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم دين أين قاسم شوكة المعتدين أين آدم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان تغيان. أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس أثار الزيغ والأهوام أين قاطع حبائل الكذب والإفتراء أين مبيد العتات والمرد أين مستاسل أهل الإناد والتغيان التذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التغوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بزول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلا هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله میشه تو حرم سید الکریم باشم و صبح جمعه عبارت عین الطالب یکی دو جمله روزه تقدیم نکنم آقا جان حال دل مردممون خوب نیست آقا جان دلمون برا حرم پر میزنه همیشه دلمون خوش بود اگه کربلا نمیرسیم میایم دست به دامن این آقا میشیم شبای جمعه میایم سید الکریم اما این حرمم بسته شده میخوام یه جمله بگم نمیشه صبح جمعه بیاد و من یاد حاج قاسم عزیزمون نباشم همه ی روزه من همین یه جمله است اون صبح جمعه ای که حاجی رو زدن همه یادشونه لحظه اول کسی نمیخواست باور کنه اما بعد بیگلیا گفتن حاج قاسم رو بی هوا زدن
یا الله امام زمان. میخوام بگم یه سردار رو، یه مرد جنگی رو 40 سال تو جبه ها و جهاد بود، بی هوا زدن یه مملکت عزادار شد. اما بگم آقا جان یا سید الکریم، من این روزه رو امروز مهمون شما، تقدیم شما میکنم. روی سخن من جناب سید الکریم، اینجا تو کشور ما یه سردار رو، یه مرد و بی هوا زدن، مملکت عزادار شد. اما آقای شما فرمود ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خود. اینجا مادر ما رو بی هوا زدن، بگم و دارو بخونم وقت نیست، یه دونه بی هوا زدن دیگه میگم. خیلی ها دارن از تو بیمارستان ها تصاویر رو نگاه میکنن، صدا رو میشنون، خیلی از پدر مادر حاجت دارن. بگم یکی از بی هوا زدن های دیگر رو آسیت ببخشید منو. اینجا درست مردم نیستن، اما همین 3-4 نفر بچه های تصویر و صوت دارن به اندازه همه شما عشق میریزن. حالا هوای عجیبی امروز توی حرم. یه جا دیگه سراغ دارم، کجا بود بی هوا زدن؟ اون موقعی که جد غریبشون بچه رو رو دست گرفت. آخ آخ، ببینید ببینید، گلم رنگ نداره. اگر آمده میدان سر جنگ نداره. یه وقت امام باقر فرمود جد ما هنوز داشت حرف میزد، یه ها دیدی بچه یه تکونی خورد. ارمله چنان با تیر سشوف زد، این طالب به دم المقتول به کربلا. الان وقت دعاست، دست تو بیار بالا. به ناله های دلم جان امام زمان، عجل ولی کل فرج، همه عشق بچه های شبکه دو توی دعای ندبه همینه، به قصد فرج این ندبه رو برپا کردن. عجل ولی کل فرج، خدا به آب روی مادرشون زهرای مرضیه، هر چه زودتر ریشه این بلا و بیماری و ویروس منوس از سر همه بلاد مسلمین، شیعیان امیرالمومنین، همه مردم جهان ریشه کن و نابود بفرما. این المنصور و علا من اعتداب علیه وفترا، این المزتر الذي يجاب ازاد، اين صدر الخلائق ذو البر والتقوى، اين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة القراء وابن فاطمة الكبرى، بأبي انت وامي ونفسي لك
كالبقاء والحما يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن السادة المقربين يا ابن الخيرة المحذبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المتهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيء يا ابن الشوب الثاقب يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المنثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن دلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طاب المحكمات يا ابن ياسين والزاريات يا ابن تور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي عرز تغلك أو ثرى أبرضوا أو غيرها أمضي توا عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مقيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزهنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من أقيد إز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تزار بنفسي أنت من نسيف شرف لا يسامى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى
عزیز علیه ان ابکیك و یخذلك الورام، عزیز علیه ان یجری علیك دونهم ما جرا، هل من معین فأطيل ماء العبیل و البكا، هل من جزوم فأساعد جزاه اذا خلام، هل قضیت عین فساعدتها عینی علی الغذا، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقام، هل یت تصل يومنا منك بعدة فنعزا، متى نرد منا إليك الربية فنروام، متى ننتفئ من عذب مائك فقد طال الصدام، متى نقاديك ونرابعك فنقر عينام، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر تراب، أترانا نحف بك وأنت تأم الملاب، وقد ملأت الأرض أدلاب وأزلاب، أزقت أعدائك أبانا وأغابا، وأبرت الأتاد وجهدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب بالعالمين، اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستهدي فعندك الأدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين أبيدك المبتلى، وأري سيده يا شديد القوى، وأزل عنه بالأسى والجوى، وبرد قليلا يا من على العرش استوى، ومن إليه رجع والمنتهى، اللهم ونحن أبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا اسمة وملازا، وأقمته لنا قواما ومعازا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب بإكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من استفيت من آبائه البررة، وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما سليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك، وسل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها، دست
تو بیار بالا. اللهم و اقیم به الحق و ادحز به الباطل و ادل بی اولیائک و ازلل بی اعدائک و سل الله من و سل اللهم بیننا و بین وصلتا تؤدی الى مرافقت سلف و اجعلنا ممن یأخذ بحجزتهم و یمکث فی ظلهم و عنا على تعدیه حقوقی الی و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته و امنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتك و فوضا عندك و اجعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و اجعل ارزاقنا به مبسوطا و همومنا به مکفیا و هوائجنا به مقضیا و اقبل الینا به وجهك الكریم و اقبل تقربنا الیک و انظر الینا نظرتا رحیما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوز جديم صلى الله عليه وآله بكاسيم وبيديم ريان رفيا هنيئا سائقا لازم بعد هفت مرتب همه با هم یار همه راهمین یار همه یار همه راهمین یار همه راهمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه حوائجتون مد نظر، رأس همه حاجات، فرج آقامون امام زمان، شفای مریضها، رفع گرفتاری ها، سلامتی رهبر عزیزمون، همه با هم چند مرتبه. اما یجیب مستر ازاده و یکشف السوء امن یجیب مستر ازاده و یکشف السوء امن یجیب المستر ازاده و یکشف السوء. خدا امام زمان ما برسان قلب نازنین حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا این صبح جمعه این دعای ندبه از همه ما به حسن وجه قبول بفرما. ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بده. هرچه زودتر این قدم ها رو با سلامت و عافیت به صحن و سرای با صفای آقا جانمون با عبدالله از حرم سید الکریم مهمان بفرما. خدایا رهبر عزیز و قهرمان و مهربانمون سلامت بدار. بر عزت و اقتدار و امنیت نظام شیعمون بیفزای. ما رو با شهدای کربلا محشور بگردان. ثواب و بهره از این مجلس برو همه گذشتگان، پدران، مادران، شهدامون، حاج قاسم و همراهانشون، شهید فخری زاده و همه علمای گذشته آید و واصل بگردان. به نبی و آله الفاتحة مع الصلوات.